خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك قبل الضيل ما بتنام خدني معك قبل الضيل ما بتنام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك قبل خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال يقسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي ما بينحني لشبيه لو جارت الأيام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك عالشام عالطريق ما بتنام خدني معك عالشام عالطريق ما بتنام لف الزمن ودار وجدد ليالينا والحاضر الجبار فوق عماضينا هلف الزمن وضار جدد ليالينا والحاضر الجبار فوق عماضينا هيئس الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن على بلادي ما بكن حنين شبيهين لو جارت الأيام خذني معك خذني خذني عالشام خذني معك خذني خذني عالشام خذني معك عبلاء عبطارين ما بتنام خذني معك عبلاء عبطارين ما بتنام صار لي شجاعة أقول إني مين العربان بالأرض صول وجول وفاخر على الأزمان صار لي شجاعة أقول إني مين العربان بالأرض صول وجول وفاخر على الأزمان يأسى الزمن ويلين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا يوميا نطلع عليكم بمجموعة من المواضيع اللي بتهمكم وبتلامس حياتكم اليومية. اليوم في عنا فقرات منوعة عن الطب والتجميل وترطيب البشرة والأزياء، مواضيع كلها بتهمكم. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن كالعادة قبل ما نبتديها بدي صبح على زميلتي سمر. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا نور، كيفك اليوم؟ جيدة، انت كيفك؟ كيف الطاقة معك؟ الطاقة الإيجابية أكيد أهم شيء، الطاقة الإيجابية لازم أكيد. تبلش نهارك مع ابتسامة وطاقة إيجابية وشوفي نهارك كيف بيطير. أكيد الواحد ببلش نهاره هيك بطاقة إيجابية وابتسامة بيكمل معه هيك لآخر اليوم. بتمنى لكم أكيد يوم ونهار كتير حلو كله طاقة إيجابية. أول شيء كمان يسعد صباحكم عن جديد من المتحف الوطني بدمشق، دائما بتكون تحيتي الأولى لأبطالنا أبطال الزمان والمكان رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا رب. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة، فابقوا برفقتنا بعد الفاصل. أما هلأ سمر بننتقل لمجموعة من الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم عبر الزمن، خلونا نتابعها بالتقرير التالي. لكل يوم أحداث وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. مثل هاليوم من عام 1798 الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إلى نفوذها، وبعام 1941 الزعيم السوفيتي ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية، وبعام 2017 حدوث خسوف جزئي للقمر استمر لما يقارب الساعتين وشهد في كل من آسيا، أوروبا، أفريقيا وأستراليا. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 7 آب يوم ولادتها
فبعام 1904 رالف بينش دبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام، بعام 1950 وبعام 1933 أوستورم اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية بعام 2009. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1941 تاكور أديب هندي حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1913. هاي أبرز الأحداث اللي صارت بمثل اليوم 7 آب. نهاركم سعيد. تابعنا يا نور بالتقرير التالي، 7 آب سجل تاريخ ولادة أو حتى وفاة كثير من الشخصيات. خلونا نتابع من شخصيتنا لليوم بالتقرير التالي. إلينور أوستروم عالمة سياسية أمريكية ولدت في 7 من آب من عام 1933، حائزة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية في عام 2009 بالمشاركة مع أوليفر ويليمسون، وهي أول امرأة تحصل على هذه الجائزة في الاقتصاد، وذلك بسبب تحليل في الإدارة الاقتصادية ولا سيما إدارة المشاركة واقتصاد البيئة. تميزت أبحاثها ببحوث في مجال اقتصاديات البيئة، فتناولت مسألة كيفية تعامل الناس مع البيئة واستغلالها من خلال دراستها الاقتصاديات صيد الأسماك وطرق الري واقتصاديات الغابات وتنمية الأشجار، ثم توجهت خلال سنواتها الأخيرة لدراسة نشر العلوم والمعرفة ومسألة حقوق الابتكار والإبداع. تنطبق توجيهاتها على نظام صندوق العلاج الطبي المتبع في النمسا وألمانيا وسويسرا، حيث لا تقوم الحكومة بهذا العمل وإنما تقوم به صناديق مختلفة تخضع للعمل والمسؤولية الذاتية من أجل تقديم أحسن الخدمات إلى المرضى من المواطنين ورعايتهم الصحية بأفضل ما يكون. توفيت إلينور في 12 من كانون الثاني من عام 1933. أغلب الصبايا بفصل الصيف بيكون اهتمامهم كتير كبير ببشرتهم، واليوم بفقرتنا الأولى رح نحكي فيه عن العناية بالبشرة وأهم الماسكات الطبيعية اللي ممكن تعملها كل صبية بالبيت مع مرح أرنجي أخصائية بشرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير صبايا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي على شاشة الأخبارية. بالبداية مرح خلينا نحكي يمكن عن المشكلة اللي بتعاني منها كتير من الصبايا، هو ترطيب البشرة بالصيف، لأنه بتعرفي يمكن الصيف أحيانا بيجي قاسي شوي على البشرة. خلينا نحكي عنها. هلا أكيد كل بشرة بتحتاج لروتين محدد كرمال تحافظ على نضارتها على منظر الصحي، وكل نوع بشرة بيحتاج لنوع محدد أو روتين محدد للعناية فيه. أكيد في عنا بشرات الدهنية الحساسة الجافة والبشرة العادية والمختلطة، كل نوع بيحتاج ترطيب محدد، نسبة من الدهون بالمواد اللي بدنا نستخدمها أو من الكحول من المواد اللي بدنا نستخدمها. وأهم شيء نحنا ما نقطع كل يوم المرطبات لبشرتنا، إن كان بغذائنا وإن كان بشيء خارجي. تمام. مرح كتير هلأ من الصبايا بتتعرض بشرتهم بالمسابح لحروق ممكن يعانوا منها، بيرجعوا على البيت كلياتنا بتعرف هذا المسك الماسك المعروف هو اللبن مع النشا، احكينا عليه هل هو مفيد للحروق ولا لا؟ طبعا هلأ أنا بشوف أنه أكثر عنصرين مهمين كتير بترويق البشرة أو تهديتها من الحروق هي اللبن أو العسل. هدول المنتجين أهم شيء يدخلوا بأي ماسك بدنا نعمله كرمال إحنا نرمم البشرة أو نهدي من التهيج اللي فيها. في عنا اللبن فيه حمض اللاكتيك اللي هو بيخفف عمل الميلانين لما بيسحب حرارة قوية، وفي عنا العسل اللي بيشتغل على ترميم البشرة على تضييق المسام على إعطائها مظهر يعني هادي رايق،
وإله دور كتير كبير بنضارة البشرة. يعني بتنصحي الصبايا يلي بيحترقوا بيتعرضوا لحرق من الشمس إنه عن جد بس يرجعوا على البيت يستخدموا هذا الماسك الطبيعي طبعاً. ولا في عندك شيء إضافي؟ هلا في عنا أول شيء كتير مواد طبية نحن نستخدمها مثل البانتينول، مثل حتى البانتينول اللي بيدخل فيه أوقات العسل قد ما هو فعال بترميم الحروق، حتى بترميم البشرة بشكل عام هو جيد حتى الحروق يعني. واللبن نفس الشيء، دائما وقت حدا بيحترق من الشمس يفضل انه بس بكفي انه نحن بس نحط لبن على سطح البشره، فورا رح نلاقي البشره تلقائيا راقت وهدي هذا اللون الاحمر اللي فيها. ونفس الشيء العسل. هلا في شغلات بنحطها مع العسل كتركيبه، وفي شيء بنحطه مع اللبن. انا اوقات بخلطهم، مثلا بقول انه لازم اللبن مع العسل مع الماء ورد، نقطتين ماء ورد هنن كثير كافيين وبناسبوا كل انواع البشره لانه تروق. تمام. طيب خلينا نحكي، يعني انت حكيتي بشكل مبسط عن هيدا الماسك او الترطيب، لكن تختلف ماسكات او ترطيب البشره طبعاً. لنوع البشره، لانه نحن بنعرف انه في انواع للبشره، البشره الدهنيه، البشره الحساسه، البشره الجافه، البشره المختلطه. خلينا نحكي عن انواع البشرات والترطيب اللي بيلائمون. رح ابدا بالبشره الجافه. هلا بالصيف البشره الجافه او حتى بكافه الفصول انا بلاقي لها اكثر ماده ممكن تكون بتساعد على الترطيب حتى لاعمق الدرجات بالبشره هو الافوكادو. الافوكادو كثير ممتاز للبشره الجافه، هو بيحوي على فيتامينات وبيحوي على خصائص بتعطي منع الشيخوخة لحاله، بس الأفوكادو تأخير بتعمله لحاله بتحطه معرفة من غير ولا شيء. وقت اللي بيكون بآخر درجات الاستواء الطري كتير بكفي إنه نحن نهرسه نحطه على البشرة ونتركه لحد الساعة، ما إله أي تأثير جانبي سيء، بالعكس بنحطه لحد الساعة، هو بيأخر علامات الشيخوخة وبيعطي ترطيب كتير عميق للبشرة، فيه أحماض كتير ممتازة لأنه البشرة تعطي ترطيب أحماض دهنية صحية يعني للبشرة. تمام. اما للبشره الدهنيه فانا باخر فتره كثير يمكن في كثير من الصبايا بيعانوا من البشره الدهنيه خصوصا في فصل الصيف. مزبوط. يعني هي مشكله عامه وسائده بشكل مزبوط. كبير. هلا عصير الجزر كثير ممتاز لها. عصير الجزر بنخلطه مع العسل وبنحطه على الوش تقريبا نص ساعه، كثير بيعطيه فعاليه لانه الجزر فيه فيتامين الاي، فيتامين السي، فيتامين الكي، وعنصر اسمه الكيروتين بيتا، هنن بيشتغلوا على انه يمتصوا هي الدهون الزايده بالبشره. العسل بنحطه مع الجزر لانه هو قابض مسام كثير ممتاز، مثل ما بنعرف ترميم للبشره، فلما بيجتمعوا هدول العنصرين مع بعض كثير بيعطوا شيء فعال للبشره. بيعطي ترطيب وبيسكر المسام بحيث تاخذ الفائده طبعاً الموجوده لأنه بالماسك. من خصائص البشره الدهنيه انه يكون المسام دائما واسع وعم يفرز، ان كان في افرازات بشكل وان كان عرق وان كان دهون، فهاي المنتجين سوا وقت اللي بنحطهم كثير بيعملوا على انه يروقوا هي البشره. هلا في عندنا شيء ثاني للبشره الدهنيه كثير ممتاز، هو النعنع مع شوي من ماء الورد. وقت نحن بيكون عندنا نعنع يابس او حتى النعنع الاخضر فينا نحن نقطعه لقطع ناعمه او نطحنه ونخلطه مع ماء الورد، هو بيعمل على اول شيء فيه خصائص مضاده للبكتيريا، ثاني شيء هو بيعمل على إزالة الدهون الزايدة على سطح البشرة. منعش نوع. تمام. هو كل الغسولات إذا بنلاحظ كل الغسولات اللي نحن بنشتريها من المحلات يعني بيكون فيها أكثر شيء نسبة للغسول هي النعنع، بتحسي إنه في انتعاش بالوش. فهذا كثير مهم. كثير من الصبايا بيخافوا ينظفوا بشرتهم، بيخافوا من المسام لتتوسع المسام طبعا، شو بتنصحيهم يعني؟ وبدنا ماسك بيلائم كل انواع البشره مشان الصبيه اللي ما بتعرف بشرتها شو دهنيه مختلطه جافه، تنصحيهم بماسك لكل انواع البشره؟ هلا اول شيء الكل بده يجي يعمل تنظيف بشره بيقول انه انا نبهوني كثير انه انا ما اعمل تنظيف بشره لانه قالوا لي حيرجع يعبي اكثر ومسامي حيتوسع. هلا هذا الشيء فعلا كان يصير ومن زمان بسبب الشيء التقنيات اللي كانوا يستخدموها الصبايا. بيقولوا البخار تماما من البخار. يعني كانوا الصبايا من قبل بتنظيف البشره يعتمدوا على البخار. لانا كخبيره ريح حالي انه البشره صارت طريه، المسام فتح، بقدر طالع الزيوان بكثير طريقه مريحه. بس انا هلا حابهل للزبونه من النتيجه اللي طلعت، حلاقي انه المسامات كلياتها نظيفه وعم تلمع وبحط الماسك حيغبوا البشره، بس انا حانطر اسبوع فعلا حلاقي نتيجه سيئه كثير. ان كان مسام ما عم يتسكر مهما حاولنا لانه خلص انفتح بطريقه كثير اوفر.
ثاني شيء انه حيحشي من جديد الزيوان والمفرزات اللي كانت من داخل الجسم او اللي كانت من الشوائب. فهذا المفهوم خاطئ. هلا صار في تقنيات جديده بتنظيف البشره، ان كان من اجهزه الهايدرافيشل، ان كان من السناره، ان كان من انه نرطب البشره ترطيب كرمال. صح انه اكيد في وجع اكثر، بس في نتيجه كثير حنحصل عليها احسن. ومستحيل انه ارجع انا بعد ما نظف البشره مستحيل ترجع مثل ما كانت. يومياً يمكن في يومياً في شيء جديد على يدخل على البشرة. أكيد شيء جديد. وبالإضافة بدنا نحن نعرف الفترة. أنت نظفتي بشرتك اليوم مثلاً، بدي شهر شهرين لأرجع نظفها بس عند خبيرة أو أخصائية بشرة، شو الحل برأيك؟ هلا أول شيء حسب كل نوع بشرة. ثاني شيء انا بحس انه الصبيه هي اللي بتقرر ايمت انا بدي ارجع اعمل تنظيف. هلا في صبايا انا مثلا ممكن اعمل لها جلسه تنظيف يمكن بست اشهر تحس انه هي مبسوطه ما بدها. في بشرات دهنيه في عندها افرازات كثير زياده اكثر من غيرها، بتلاقيها انه كل شهر ونص شهرين بتقلي انه انا لازم اعمل جلسه تنظيف. هلا انا ما بفضل الفتره تكون اكثر من كل شهر، يعني طبعاً. انا ما بفضل انه اعمل بالشهر اكثر من جلسه واحده تنظيف بشره، لان دائما الافراد بتنظيف البشره بيعمل حاله عكسيه عليها، ما بيصير ما بينفع انه انا دائما عم نظف وكذا، غلط هذا الشيء. بس يمكن مره حكيتي عن البشره الدهنيه والبشره الجافه، خلينا نحكي عن البشره المختلطه. اللي كمان بتلاقي فيه مثلا حيره عند الصبايا كيف بدهم يتعاملوا، بتلاقي قسم جاف وقسم دهني. مزبوط. هلا البشره المختلطه في كثير عالم بيفكروها هي البشره العاديه، ما بيميزوا شو هي البشره المختلطه. البشره المختلطه هي يلي الخط التيزون. أيوة. يلي هو فيه بمنطقه الجبين الانف والدقن زيوان دهون مسام مفتوح افرازات، وعلى خدود اما بتكون جافه او بتكون طبيعيه يعني. هلا انا بهي الحاله لازم دائما اتجه لحسب شو الشيء الغالب على البشره. يعني اذا الشيء الغالب كثير على البشره هو الشيء الدهني فانا بدي استخدم المواد الدهنيه للبشره تماما الدهنية. اذا الشيء طبيعي او 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 يعني في اثر لإلى مايل للمختلطه بستخدم الشيء الطبيعي. اكيد. فما في عندنا نحن شيء محدد للبشره المختلطه، نحن بدنا نقيم. بس في ماسكات معروفه من زمان لهلا وكل الصبايا بيستخدموها، مثلا مثل عندنا مثلا القهوه وبياض البيض يعني بشكل اسبوعي بينصحوا فيه، او مثلا السكراب هو بيجي مثلا العسل مع عصره ليمون وبالاضافه لسكر بيضيفوا له مشان يعمل سكراب طبيعي للوش. شو رايك انت فيهم؟ هلا اول شيء انا ضد بياض البيض تماما للبشره. بياض البيض كثير سيء لانه ممكن يواتيني بس يمكن يعمل حساسيه لحد تاني يقب وشه بطريقه فظيعه، لانه شيء ني وممكن يحتوي على بكتيريا وجراثيم ما انا منيحه للبشره. اما بالنسبه للعسل والليمون، هلا الليمون متى ما دخلناه على البشره لازم تكون البشره دهنيه، ولازم نعرف انه هي مو حساسه، لانه كثير اوقات بيعمل ليمون تهيج كبير للبشره. فانا مفضله الا بكميات كثير قليله ويكون معه منتج او اثنين يغطوا على فاعليته القويه. والقهوه للبشره، هلا القهوه حلوه بحال السكراب. ايه انا اوقات بعمل قهوه مع زيت زيتون مع سكر وبنفرك فيها الوش. اول شيء هو شيء مغذي، ثاني شيء بيعمل تقشير فعلا فعال على البشره. بس هي الماسكات يمكن قديش دقيقه ومفيده للبشره، لانه كثير من الصبايا يمكن بتتجه لوسائل التواصل الاجتماعي بدون استشاره اخصائيه بشره، يعني بتشوف صبيه مجربه ماسك معين ان كان بالقهوه او بالبيض او باللبن بتجربه مع انه هي ممكن يكون حساس لبشرتها. هلا في منتجات، يعني انا ما بعرف كيف مثلا ممكن انا اتجرأ احط بياض بيض على وشي انا مو عارفانه، ممكن تكون منزوعه ممكن تكون مجرسمه. اما هلا المواد الطبيعيه انا بحس انه اي ماده طبيعيه من الطبيعه هي حلوه للبشره، بس المهم الواحد يعرف شو نوع بشرته بواتيه او شو اللي بيناسبها. يعني مرح المحجبات بهالوقت دائما بالصيف بيصير في علام بوشهم، كمان علام الحجاب بيصير في فرق بوشهم وبيعانوا من هاي المشكله الحقيقه. خلينا نحكي عن ماسك بيقدر يفيدهم ولا لازم يجوا لعند اخصائيه بشره تعمل جلسات معينه؟ احكي لنا وانصحيهم. يعني اليوم هلا في كثير طرق مشان هذا الموضوع. اول شيء انا ليش لاوصل لهي المرحله انه وجهي ياخذ او بشرتي تاخذ لون غير مثلا الخط اللي مغطى من الحجاب؟ هلا اول شيء انا برايي لازم الواقي الشمسي ما نتخلى عنه ابدا ابدا، ان كان مشان تصبغات، ان كان مشان اللون بدنا ناخذه الفرق، كان مشان التجاعيد، لانه مثل ما بنعرف قديش الشمس كثير مضره. انا بدي اتفادى اني اتعرض للشمس باليوم اكثر من ربع لثلث ساعه لاخذ منها الفيتامين د اللي انا بحاجته.
اكثر من هيك انا عم ضر بشرتي وعم ضر حالي. ثاني شيء لازم احط الواقي الشمسي كل يوم، واذا بدي اوقف لفترات طويله لازم ضل عم اجدد بالواقي الشمسي. وطبعا اكيد بدي احط قبل الواقي الشمسي مرطب، لانه ممكن الواقي الشمسي بحد ذاته يعمل لي تصبغات. هاي نصايح مراحب، بس انا ما بدي النصايح، بدي صار تعرضت هي للمشكله وصار بوشها هاللونين، صار بوشها فرق، بدي العلاج او الحل لهيك مشكله. في عنا تقنيتين نحن، اما الهايدرا فيشل يلي هي بتقيم الجلد الميت عن سطح البشره وبتحط مي مقطره بداله فبتعطي ترطيب ويوم على يوم بخف هذا الموضوع. في عندي التقنيه الثانيه اللي هلا عم يستخدموها وفعلا عم يفرقوا عليها، هو التقشير الكربوني. وقت الصبيه عم تعمل تقشير كربوني هو عباره عن ليزر وماسك الفحم بيعمل تقشير للطبقه الخارجيه فبخف هذا الشيء. وفينا بالبيت نعمل ماسكات تبع التفتيح اللي كان اللبن مثل ما قلنا، العسل، النشا اللي هو كتير بيشتغل على تفتيح البشره. وفي اكيد ماسكات بنشتريها منتجات تفتيح من ماركات معينه طبيه نستخدمها نحن على بشرتنا. بس مرح خلينا نحكي كمان بعض نصائح لكثير من الصبايا يمكن اللي بيحطوا ميك اب لفترات طويله، مثل نحن يمكن بنتعرض لفترات او ساعات طويله بنحط ميك اب، قديش اهتمام الصبية بالبشرة نحط بيز الترطيب بشكل مستمر، لأنه ممكن ينحط الميك اب من 6-10 ساعات خلال النهار. مزبوط. هلأ في مفهوم خاطئ يلي هو إنه البيز لازم نحطه قبل البشرة، والصبايا على فكرة بكتير بلاحظ إنه بيخلطوا بين البيز أو التونر أو التونيك. هلأ في شيء كتير فرق كبير بيناتهم يلي هو البيز أنا عم عبي المسام بشيء، اما التونيك انا عم ضيق المسام بطريقه طبيعيه بمواد واحماض طبيعيه. بس البيز لفترات يعني اذا لنا ساعه ساعتين نوعا ما مقبول، بس اذا فترات اطول هو عم يخلي البشره تتنفس تماما. هلا انا ضد البيز صحيح الا اذا كان انا عندي والله مناسبه كذا بيمرق. بس البيز كل يوم، وخاصه مثل ما قلتي للصبايا اللي كل يوم عم بيحطوا ميك اب، انا عم بعطي منظر جمالي لبشرتي مبدئيا، بس انا كثير عم دمرها لقدام وكثير عم بعطيها شغلات سلبيه. تحت البيز اذا حطيت شيء مرطب، انا بقول مرطب بعدين الميك اب من دون اي شيء ثاني، وهو فعلا بيساعد على انه البشره تسد مساماتها وتعطي جماليه الى حد ما يعني. ومشان الميك اب اجباري اجباري، ما بدنا ننام بالميك اب، بدنا نمحي كل يوم، بدنا نستخدم الغسول، بعده بدنا نستخدم التونيك، بعده بدنا نستخدم شيء رطبه يرممها من بعد ما نحن قعدنا فيها 6-7 ساعات وهي ما عم تتنفس. اكيد. ما رح خلينا نحكي عن الماسك الضوئي، خلينا نحكي شو فائدته والصبايا قديش الاقبال عليه بهالوقت. هلا هو صيحه كتير يعني دارجه يوميا عم نشوف صيحات منوعه، يعني البشره دائما بتلاقي يوميا بشكل مستمر في كتير من الماسكات بشكل متجدد. مزبوط. هلا قناع اوبرا اسمه، اول ماسك الضوئي هو عباره عن جهاز بيجي على قد البشره، في منه بيجي معه للرقبه كمان يعني حسب بقى الصبيه شو حابه. انا بالنسبه لي وقت اللي بدي استخدمه بحب استخدم تحته ماسك كرمال دعم مفعول هذا الماسك مع الجهاز هذا. فهو له كتير خصائص. اول شيء في خاصيه هي بتشتغل على طول زر لها يعني او كبسه، هي شد عضلات الوش، يعني نحن كانه عملنا رياضه للبشره. هذا الجهاز نحن بنحطه من ثلث ساعه لنص ساعه بقلب جلسه تنظيف البشره، من بعد ما نكون نحن نظفنا، عملنا سكراب، نظفنا المسام، حطينا الماسك المغذي، هون نحن بنحط الماسك الضوئي كرمال نحن نحفز اكثر شغل هذا الماسك. هلا الماسك الضوئي له كثير الوان، له تقريبا 6-7 الوان، منهم الابيض، الازرق، الفوسفوري، الاخضر، الاحمر والسماوي. كل لون منهم له خاصيه. كل زبوره او صبيه بتجي لعندي او مريضه بدها مثلا عندها علاج لبشرتها، انا عندي مسام واسع، انا عندي بشره داكنه، انا عندي بشره مثلا جبيني لونه غير خدودي غير دقني، تمام، حوالين السم احيانا بيكون في فرق بالوان البشره. مزبوط. هو بيكون اما نقص فيتامينات او تعرض للشمس، يعني كل حدا عنده مشكله. فانا بقى بعطيه الخيارات انه هذا اللون مثلا الابيض مثلا لتفتيح البشره، الاحمر لتضييق المسام، الفوسفوري لشحوب البشره، السماوي لتوحيد لون البشره. هي بقى بتختار الشيء اللي بدها اياه. هلا مره على مره حتلاقي فرق اكيد كتير كبير بهذا. ويمكن هدول الماسكات بدهم وقت، يعني الصبايا ما لهم صبورات كفايه، يعني لازم ياخذوا وقت معين او وقت طويل. بس حكيتي نقطه كتير مهمه مرح، لما العنايه بالوجه بينسوا الرقبه،
قديش مهم لما نعتني ببشرة وشنا كمان جلد الرقبة أو بشرة الرقبة عنصر أساسي بالاهتمام بالوجه. عالما إنه الرقبة حساسة أكثر من الوجه، وانه وقت انا بكون وجهي كتير كتير مهتمه فيه ورقبتي تعبانه حيبين عليه العمر. تمام. يعني هو شيء كتير اساسي انه نحن نهتم بالرقبه بتغذيتها بالماسكات وبالسيرومات وبكل شيء حتى بالمساجات بقلب الجلسه. اكيد. هلا بنرجع للماسك الضوئي، حكينا عن الالوان، كلهم بدنا نعرف شو بيفيد البشره وهل عم بيفيدها عن جد. يعني يوم ما تقولي مثلا للصبيه انه مثلا بيسكر المسامات البشره، هل هو عم يسكرها ولا لا؟ انه بس انه هو طالع هلا ومنتشر كثير بالسوشيال ميديا، ويعني عنده نتائج ولا لا؟ وشغله ثانيه كمان بدي اقول لك عليها، اصعب انواع البشره اللي يعني اجت لعندك صبيه كانت عندها مشكله كثير كبيره، كيف قدرتي تحليها وقديش اخذت معك فتره زمنيه لحد ما انه رجعت بشرتها صافيه وحلوه كثير؟ هلا اول شيء مشان ماسك الضوئي هو اكيد شيء فعال، واي يعني ما في شيء، ما في جهاز، ما في شيء الا مركب بطريقه وله تقنيه فعلا فعاله. بس الصبايا مثل ما قلتي قمر كثير صبرهم قليل، كثير بدهم متابعه، بدهم نتيجه متينه، وبدهم لا بدهم يطولوا بالكم. هلا على فكره هو في فرق حتلاحظيه من اول مره. بس مو هذا الفرق اللي انت بفكره انه انت حتطلعي حتلاقي مشتري او بس ما عم يلمع وشو. تماما. فلا اجباري بدنا 3 أو 4 مرات للوحده فعلا تلاقي فرق. لا في صبايا بيجوا لعندي اول مره بيلاقوا نتيجه ممكن يرضوا عنا نوعا ما، ثاني مره احسن، ثالث مره بيطير عقلهم بصير بدهم يقربوا الجلسه اكثر، انه بالعاده بس بتجيني كل شهرين، لا بتجيني الاسبوع الجاي، انه حبت خلص عم تفرق حالها على هالتقنيه هي. بالختام مرح نصائح عامه بتحبي توجهيها لكل الصبايا اللي عم يتابعونا؟ هلا اكيد بنصح الصبايا بالعنايه اليوميه للبشره، لا يهملوها دائما، لا يوصلوا حالهم لمرحله يقولوا بدي عالج. دائما انا خليني عم بهتم لاوصل لشيء احلى. مو اوصل لدرجه سيئه واحاول ارجع لورا، لا دائما اهتم بالميك اب تبعي، بالمواد اللي عم حطها، ما خبص ببشرتي واعرف كثير منيح شو عم حط عليها. اكيد هذا شيء ضروري، ولازم يبلشوا دائما كل سبيه من عمر صغير، ما يقولوا لساتني صغيره بعدين، لا مشان المشاكل ما تكتر اكثر واكثر. نتشكرك لوجودك معنا، نتشكر معلوماتك القيمه دائما مرح نورتي صباحنا اليوم. صبايا. نشكرك مرح اكيد على وجودك معنا، بدنا نقول الصبايا بدكم تطولوا بالكم شوي، الاعتناء بالبشره بده زمن طويل لتلاقي نتائج مضمونه. شكرا كثير لك. اما هلا سمر، يمكن معلومات مهمه اخذناها من مرح بتهم كثير من الصبايا، ويمكن بالصيف بتلاقي كثير من السيدات والصبايا فعلا عم يعانوا من يمكن مشاكل بالبشره. طيب انا اذا بدي اسالك، الماسك اللي بتعمليه بالبيت شو هو اللي بتنصحي انت كنور الصبايا يستخدموه؟ هلا انا بعتقد مرح اعطيتهم النصائح المهمه لانه هي اخصائيه بشره، بس انا بعتبر انه من اهم النصائح اللي حكت عنها مرح هي الاعتناء بالبشره وعدم يعني نضل بالمكياج بشكل او بوقت طويل. تنظيف البشره كثير مهم بالليل، لانه بالليل بتتنفس البشره وبتاخذ يمكن الفائده اللي هي مهمه. هاي نصيحه كاخصائيه بشره نور. لا مرح اخصائيه بشره، مرح اللي بتعطينا النصائح. هلا لوين حننتقل؟ هلا بننتقل من دمشق لحمص، وتحديدا لصاله اتحاد الفنانين التشكيليين، وافتتاح معرض الفنان السوري العالمي حسن ملحم لحمل عنوان لوحه اكتمالي. الاجواء والتفاصيل بالتقرير التالي. أكثر من 40 لوحة فنية حملت بصمة الفنان السوري العالمي حسن ملحم، الذي حاك الطبيعة بلوحات فنية تنوعت بين الانطباعية والتجريدية بألوان زيتية صاخبة. خرج الفنان ملحم عن المألوف دافعاً المتلقي إلى تأمل اللوحة والإبحار في عوالمها. التقنية طبعاً هي عبارة عن سمكات لونية موجودة على سطح اللوحة بالألوان النارية، طبعا فيها فينا نقول السهل الممتنع طبعا، يعني مع البساطة أكيد، يعني موضوع جديد أكيد مطروح على مدار عقود طبعا، في ما قدرنا نغير أكيد نحن، ولا نقدر نغير بالمدارس أكيد. اشتغلت على موضوع التقنية من بدء تأسيس اللوحة. I
أعمال الأستاذ حسن يعني فيها نوع من التسجيلية والتعبيرية بنفس الوقت، اعتمد على ألوان صريحة فيها فرح، فيها من الطبيعة، عمل طبعا مميز، تجارب فنية فيها بحث بالمادة وباللون. حلو أنه يعني أي مادة الفنان ممكن يستخدمها، لأنه بالنتيجة هو اللي بده يكون من هالمادة يعني شيء جميل وشيء في جمالية وتقنية حلوة. الحقيقة المعرض باتجاهات متعددة وألوان غزيرة جدا وشيء جميل كتير، لأنه عم يحاول يطور عدد من المدارس الفنية بهذا العمل اللي قام فيه. الرسم هو الحقيقة بيشكل جزء من وجدان البشر، هو أحد أهم أنواع الفنون اللي بتعبر عن الحياة. هلأ وجود معارض رسم، معارض فنية بهذه المرحلة تعني بشكل من الأشكال استمرار الحياة. بين ألوان نارية عبرت عن صخب الأفكار والرؤى لمشاهد طبيعية مختلفة. اكتمل الأسلوب الفني للفنان حسن ملحم الذي حاول أن يخرج عن صمت اللون ويظهر صخب جماله ومعانيه. يا نور، رح نبقى بآخر أخبار المحافظات السورية ورح نروح لطرطوس على الكورنيش البحري في محافظة طرطوس. جدارية حملت التقدير والمحبة والسلام لتضحيات أبطالنا في الجيش العربي السوري. تفاصيل أوفى مع محمد حسن. على الكورنيش البحري في محافظة طرطوس جدارية حملت التقدير المحبة والسلام لتضحيات أبطالنا في الجيش العربي السوري الذين رسموا بسواعدهم وعظمة تضحياتهم أمننا وسلامنا. بمناسبة عيد الجيش يعني حبينا نعمل شيء بس يكون خاص كتير بالجيش، مثل الوطن شرف إخلاص، وما زلنا هنا راسخين، والجيش العربي السوري خطة قدمكم، ومن بعد كمين يزار بينحني الجيش العربي السوري سوريا. نعمل لوحة جدارية بمناسبة عيد الجيش، وشيء حلو كتير أنه مشاركة من أبناء سعادتنا الشهداء وبعض أبناء الجرحى. طبعا الفكرة من تصميم وتنفيذ الكابتن رامي الخطيب كابتن علي، وهذه فينا نقول هي عبارة عن لمسة وفاء صغيرة تجاه دماء سادتنا الشهداء بعيد جيشنا الباسل. فئات عمرية واجتماعية مختلفة ضمت أبناء الشهداء وذوي جرحى أبطالنا، رسموا محبتهم بأفكار وألوان فيها الكثير من الحب لأعظم الرجال في عيدهم، عيد الجيش العربي السوري. الله يحيين والله يحمين ويخلين زخر لها الوطن ويضلوا يدافعوا عنا، والله ينصر سوريا مشان يرجعوا لأهل سالمي. عم نسمع سمعت الحيط الله يحمي الجيش ويوفقهم وخلينا ياهم يحميهم. عم نرسم رسمات للجيش بمناسبة عيد الجيش، وبقول لك كل واحد من الجيش كل عام وهن بخير، وشكرا لجهودهم معنا انه عم يحمونا وعم يحموا سوريا. عم نرسم شغلات كتير حلوة ونفتخر ببلدنا سوريا، ونرسم هيك شغلات للوطن وللجيش. بعيون حملت الكثير من الشغف تجسدت لوحة جدارية تصدرت كورنيش مدينة طرطوس لتبقى معلمة شكر وتقدير لعظمة بطولاتهم. وبننتقل يا سمر من طرطوس لحلب وتحديدا لمبادرة كان يا مكان، فعالية بتتضمن عرض فيلم وثائقي بعنوان حكاية من حلب تم عرضه بالكنيسة الإنجيلية بحلب. تفاصيل أوفى مع مراسلنا بحلب أحمد صادق بالتقرير التالي. قامت مبادرة كان يا مكان فعالية تتضمن عرض فيلم وثائقي بعنوان حكاية من حلب تم عرضه في الكنيسة الإنجيلية بحلب.
فيلم حكاية من حلب هو فيلم وثائقي يوثق الذاكرة الإيجابية للحرب التي شنت على مدينة حلب. أبطال الفيلم هم أشخاص حقيقيون ممن عانوا من الحرب الكونية التي استهدفت سوريا واستمروا رغم كافة الظروف التي تعرضوا لها كباقي الشعب السوري. هيدا الفيلم المميز يلي بيحكي عن قصص مختلفة لتجارب مختلفة من أشخاص عاشوا بمدينة حلب واختبروا الألم واختبروا المعاناة خلال هيدا الحرب، ولكن كان الكلمة الأخيرة ليست للألم، ليست لهيدا المعاناة، الكلمة الأخيرة كانت لروح الرجاء والأمل بأنه ننتصر، بأنه ننفض عن أنفسنا وعن حياتنا غبار هيدي الحرب، ويكون عنا الأمل بأنه نرجع نبني من جديد، نرجع نبني البشر والحجر. نحن كان هدفنا بسوريا هي الوحدة الوطنية، حتى نحن شعارنا هو المواطني والتماسك المجتمعي، وهذا كان هدفنا من إطلاق المبادرات بسوريا يلي بيقوم فيها الشباب السوري. ونحن بنعتمد على الشباب كتير، ونحن دائما أملنا بالشباب لأنه الشباب هني أمل هالبلد. ومثل ما قلت لك، نحن فكرتنا الأولى والأخيرة أنه يكون في مزج بين الشعب، لأنه نحن كشعب سوري بالأخير نحن شعب واحد، ما بتفرقنا لا أديان ولا طوائف ولا مذاهب، وبهالإيمان هذا وبهالمعتقد هذا نحن قادرين نقوم وننهض ببلدنا مرة تانية. بهذا الفيلم نحن ردنا نورجي الجانب الإيجابي للحرب، مو بس الحرب ألم وموت صحيح، ولكن هي حياة وأمل ومستقبل. ونحن شفنا من خلال قصصنا أنه كيف الناس استطاعت أنه تصنع المستقبل وتصنع مواطن جديد، مواطن يعني قوي شجاع. احنا ما انهزمنا بمدينة حلب، نحن واجبنا التوثيق، ونحن اكدنا بهذا الفيلم انه نحن انتصرنا. هذا الفيلم اللي هو عبارة عن رسالتين بسيطات كتير. رسالة بتقول انه نحن الحرب اخذت كتير، لكن نحن بإيجابيتنا كسوريين بحضارتنا قدرنا نكمل. الرسالة الثانية نقول لكل حدا قادر يوثق قصصه جوات الحرب، نحن ما ننطر 50 سنة لجي حدا يكتب بدالنا، نحن نكتب قصصنا، نحن نكتب قصة صمودنا وقصة بقائنا وقصة حضارتنا، لأني نحن سوريين وسوريين وسوريين. فعالية ثقافية اسمها كان مكان، حكاية حب، حكاية من حلب، فيلم عاملينه مجموعة من الشباب الأقوياء، أصحاب العنفوان، أصحاب المواهب الرائعة اللي بتحكي عن تاريخ حلب عاشته بفترة عصيبة، بس ولكن هي الفترة مزدهرة بفضل إرادة شعبنا اللي هو صمد أساس كل شيء، الصمود، الصبر، التحدي الإيجابي من أجل خلق حياة جديدة. شعب حلب هو شعب خلاق ويحب الحياة، الشعب اللي بيحب الحياة أكيد ربنا ما بيتركه. الفيلم يهدف لتوثيق الحرب السورية من قبل أبناء الشعب السوري، ففي كل بيت سوري قصة مشابهة لهذه القصص. هلا يا نور، حننتقل للفقرة الثانية على عمليات التجميل. هي من النوع التي تهدف إلى تحسين الشكل، لكن في بعض الأحيان تكون مخاطرها ومشاكلها أكبر وأثارها الجانبية طاغية على التحسين المنتظر في الشكل، وهناك آثار في بعض الأحيان على الأعصاب، وتدور الكثير من الأسئلة في أذهان الناس. لحتى نجاوب طبيا وعصبيا عن هاي الأسئلة معنا الدكتور تامر الأمير تامر، أخصائي جراحة عصبية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك، دائما ضيف على شاشة الأخبارية السورية. بالبداية يمكن كتير عم نشوف تساؤلات وأسئلة كتير من السيدات والصبايا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد ما يخضعوا لعملية فيلر أو بوتوكس تجميلية، عم يكون في مشاكل بالأعصاب أو عم تحس بخدر ما، شو سببها فينا نقول؟ خلينا وشي نصنف موضوع العمليات التجميل. انت بتعرفي انه البوتوكس هو سم البوتولونيوم اللي نحن بنعمل فيه، المبدا تبعه انه نزع التعصيب عن العضله، ففعليا هو اليه تاثيره بتكون على العضله. طبعا خطا شائع بيقولوا انه والله انا عم احقن بوتوكس لشل العصب، هو لا، البوتوكس ما له اي تاثير على العصب حقيقه، هو تاثيره الفعلي على العضله او على المستقبلات اللي بين العضله والعصب.
أما الفيلر فهو مادة مالئة للحيز، يعني مادة بتأخذ حجم معين تنحط تحت الجلد لتعطي أشكال معينة. هلا نحن إذا عم نحكي على البوتوكس وهو الأشياء وهو الأكثر انتشارا بشكل كبير، هلا إذا بدنا نحكي بشكل عام البوتوكس آمن بنسبة كتير كبيرة، طبعا مو 100% ولكن نسبة أقرب للمئة. وفي ميزة كتير مهمة إنه هو تأثيره مؤقت، يعني إحنا دائما بنشبهه إنه مثل قص الشعر، يعني بعد فترة رح يروح ويرجع للوضع اللي كان قبل حقن البوتوكس. حقيقة في كتير تأثيرات جانبية للبوتوكس، ونحن عم نقول هاي التأثيرات لحتى ننبه الناس ما يصير عندها ردة فعل إذا صار مع جارتها ولا صار معها ولا صار مع حدا من قرايبينا إنه صار عملت بوتوكس وصار معها هيك ويا لطيف وكذا. يعني أنا مرة اتصلوا معنا بعد يعني الساعة 2 الصبح إنه في إسعاف ودخلك الحقني، طلع حدا حاقن بوتوكس وصار في ميلان بالوجه. أوف. طيب هلا هون بقى أنا لازم بس أفسر لهم شو عم يصير، شو السبب أو هلا للصدفة أو مثل ما بيقولوا للشيء المثير للاندهاش، إنه أشيع اختلاطات البوتوكس العصبية هو الصداع. تمام. بالرغم إنه نحن نستخدم البوتوكس أحياناً لعلاج المايغرين بس الشقيقة، نحن بـ 30-40% من الحالات بصير درجة من درجات الصداع بعد الحقن. ناس بتعزيها إنه لا هاي لأنه شكيت الإبر أنا بهاي النقاط فهذا وجع محل الإبرة. طبعاً هو مو هيك، هو صداع بسبب تغير التوتر تبع العضلة الجبهية، هذا بيعمل صداع. أنت متعودة دائما تكوني بهاي الشكل أو متعودة دائما في شد معين على العيون والحواجب، هذا راح فبيساوي صداع. 1% من الحالات ممكن يستمر الصداع لثلاث أربع أسابيع. هلأ هون بقى بلش نراجع الأطباء العصبية وأطباء الداخلية إنه صار معنا مشكلة، في اختلاط، في خطأ، في كذا. طبعا لا، مجرد هو تعويد معين للعضلة الجبهية، شغلة مؤقتة بتروح، بدها علاج عرضي. المريض لازم يكون بيزيده سوءاً إنه يخاف. أكيد دكتور، في صبية تخلص من مشكلة التعرق الزائد باستخدام البوتوكس، هي التقنية الحديثة بهالموضوع، بعدين صاب شلل نصفي، ممكن نعرف شو السبب وشو علاجها؟ ها هون حتى هي الصبية راجعتنا، يعني رجعتك مشكلتها انتشرت بشكل كبير. طبعا نحن لكن مثل ما قلت لك البوتوكس هو ما بيشتغل على العصب، يعني طبعا. هو ما له تأثير على العصب، له تأثير على العضلات اللي انحقن عليها. هاي النقطة مهمة طبعا. فالمريضة لما اجت لعنا هي المريضة عندها مشكلة بالأساس عم تعمل لها تعرق زائد. نقص الدراسة، يعني أنا مو مجرد أنه أنا عندي تعرق زائد إيه يلا نحقن بوتوكس مشينا. طبعا. لا هون الخطأ، أنا لازم أندرس ليش عندي تعرق زائد، عندي شيء عم يفرز عم يأثر على الجهاز الودي وسوالي التعرق الزائد، لازم ينحل هذا الشيء قبل ما أحل الشكل العرضي له. هل هو طبيعي الجسم، هل هو زيادة إفراز هرمونات. الدراسة الحقيقية دراسة عصبية بسيطة، طبعا ما أنا والله كلمة دراسة نكبر الموضوع، دراسة بسيطة ننفي أسباب تانية ممكن توقينا من مشاكل البوتوكس. طبعا. عندك انت كمان في كتير ستات كبار بالعمر عمرهم بالستين سبعين بده يحقنوا بوتوكس، تلاقي بعد حقن البوتوكس طلع الشكل مشوه. ليش؟ طبعا. لانه هاي المريضة مثلا عندها سكري، عندها ضغط، عندها ضعف بالاعصاب، عندها مشاكل. بس دكتور طمنا على الصبية اللي صار معها شلل نصفي لانه انتشرت والعالم كلهم بدهم يعرفوا اخبارها شو صار فيها. طبعا بدأت تتحسن. الشلل النصفي اجا هلا رح نقوله بسبب انه صار عندها ردة فعل في جسمها للمادة البوتوكس. تمام. واحيانا كتير للاسف انه المريض ما بيكون عامل اختبارات تحسس. اكيد. ما انه مجهز مزبوط. نحن الموضوع بتحسن بالتدريج. ونحن طبعا اللي زاد سوءا هو الخوف والحالة النفسية للمريضة. بتيجي مثل صدمة، يعني انا رح اعمل بوتوكس اخلص من هالمشكلة، اجتني مشكلة اكبر، انصدمت الصبية. طبعاً. اكيد. طبعا فاكيد يعني في ردة فعل نفسية بتكون ردة بتخوف. فعل نفسية وأساءت لأنه بالأخير الموضوع. هي عملية بسيطة بتقلك أنا رايح أعمل بوتوكس وكانت هيك النتيجة. طيب أنا رح أشرح لك شغلة، يعني وهي المشكلة اللي أنا حتى حكيناها مع البنت. نحن الإنسان ممكن يرشح أو يقرب مثل ما بيقولوا. تمام. ما هيك؟ أكيد. أي كل إنسان بالشتاء ممكن يرشح ويقرب. كلياتنا بنعرف إنه جيلان باري بيصير بعد أسبوعين من الرشح والقريب. الجيلان باري للي ما بيعرفه التهاب أعصاب مترقي ممكن يساوي شلل.
فنحن احيانا في شغلات مؤقته، تحسس معين بيكون بشكل طبيعي ممكن يصير عند الكل حتى على البوتوكس، بس قبل ما نعمل هاي القصة وقبل ما نقول والله صار معنا تحسس وردة فعل الجسم خاطئة لهذا الموضوع، لازم نكون دارسين لحتى نتجنب قدر الإمكان أنه تصير معنا هاي القصة. لا لأنه مثل ما قلت لكم البوتوكس شيء آمن، بس هي فينا نسميها، يمكن كنت عم تحكي نقطة مهمة دكتور، هي اختلاطات بنسميها يعني يصير هي العمليات التجميلية عم تصير. طبعا هلا ليكي في فرق بين الاختلاط وبين الخطأ. هاي اللي بدنا نفرق فيه. طبعا الاختلاط هو شيء وارد انه يصير بالرغم من اتباعك القواعد الطبية المتعارف عليها. هذا اختلاط وارد وان كان بنسب قليلة. هدف القواعد الطبية هي تقليل نسبة الاختلاطات وليس عدمها. ما في قواعد تعدم الاختلاطات، لانه دائما في ممكن احتمالات بسيطة انه تساوي لنا اختلاطات معينة، مو منلتزم بالقواعد. الخطأ هو شيء ثاني. الخطأ مثلا مثل ما قلت لك انه نقوم بحقن الكميه كبيره من البوتوكس بعضله وحده او مثلا في مكان خاطئ، هون صار في خطأ. ويمكن كنت عم تحكي ويمكن دكتور كنت عم تحكي نقطه مهمه تحت الهواء، انه صار الاختصاص التجميل هو اختصاص. هلا عم نشوف البوتوكس والفيلر كثير من الناس عم يعملوها ما هم مختصين، فلهيك الخطأ وارد والاختلاطات وارده بشكل كثير كبير. يعني عم نشوف يمكن صالون التجميل هو عم يعمل فيلر او بوتوكس او الماكيرا. لا أنا هون عم أقول لك هي النقطة اللي كنت عم أقول لك، نحن ستات كبار بالعمر ممكن يكون عندهم ضعف بالعضلات، ضعف بالأعصاب، التهاب أعصاب، سكري لسه ما أنه مشخص 100%، شيخوخة بدأت بالعضلات وبالأعصاب، نحن نروح نعطيهم بوتوكس بالكمية اللي متعودين نعطيها لصبايا أو بعمر 40، ممكن بهاي الأثناء تساوي لي زيادة ردة فعل، بتلاقي الوجه انحرف أو صار عنا انسدال جفن أو انحراف بالتم، وبيكون طبعا هداك الوقت مثل ما قلت لك انه اسعاف وصار معي شلل بالعصاب وما بعرف شو. طبعا هذا الحكي ما هو صحيح، يعني الموضوع مؤقت ورح يتحسن بالتدريج، بس يعني بجوز هي عاملتها لمناسبه ويصير عندها هي المشكله، فبيكون رده الفعل النفسيه كثير صعبه لانه الصبيه بهمها جمالها، فعرفت رده الفعل بتكون قويه لانه طبعا بتخاف. هون النقطه اللي بدي شدد عليها، انت قبل ما نعمل اي اجراء في استعدادات طبية وفي ناس خبراء طبيين، يعني طبيب التجميل اللي دارس التشريح. موضوع البوتوكس مو نقط علمناها بالنقط وقلنا إذا بحقن هون بالرفع الجبين، إذا بحقن هون بالرفع زاوية الحاجب، مو هيك القصة. كل إنسان له شكل معين، كل إنسان له توزع تشريحي ممكن يختلف بنسب معينة، بيكون دارسة طبيب التجميل. فأنا دائما بقول مختص الحقن البوتوكس هو اللي يكون طبيب دارس الموضوع طبعاً. على الأقل إذا شك إنه في ضعف بالعضلات، ضعف بالأعصاب، في أمراض مزمنة معينة مع المريضة، ممكن يطلب مشورة طبية، لأنه بالأخير البوتوكس هو مادة طبية اكتشفناها بالستينات، الناس ما بتعرف إنه نحن بنستخدمها من الستينات بعلاج أمراض طبية معينة مثل الحوال، مثل العرة، في مرضى بيكون عندهم عرة كنا نستخدمها من 40 و50 سنة لعلاج هذا الموضوع، فنحن عنا فكرة كافية عن اختلاطاته البعيدة والقريبة. هذا اللي بيساعد انه طبيب التجميل ممكن يعطيكي الخيار الاصح، اذا شاف اي شيء ممكن يطلب استشاره طبيه، ممكن انه نقول له لا خفف الجرعه، ما نكتر الجرعه هون، لا هون يفضل ما نعمل اي شيء ابدا، خلينا نحن نعالج الاعصاب طيب الاول بعدين. دكتور حكينا على البوتوكس، خلينا ننتقل للفيلر. احيانا بيعبوا الفيلر بمنطقه الشفاه ولكن بصير هبوط بالشفه، شو خلينا نحكي عن السبب وهل في علاج سريع ولا كمان بياخذ وقته؟ هلا الحقيقه مثل ما قلنا نحن الفيلر والكولاجين البقري هو المؤقت اللي كثير شائع هالايام وكثير حللنا مشاكل، يعني احنا معظم مشاكل اللي بنشوفها هلا حاليا واخرى، يمكن من يومين اجتني استشاره طبيه على انه الفيلر الدائم اللي بيكون مخلوط بحبيبات بلاستيكيه لتعطي الديمومه. هلا الحقيقه كان مغزى الاستشاره على نفس السؤال، انه انا عندي كل فيلر دائم بدي شيله، بس عم ينبهوني انه هو قريب على الاعصاب وممكن يساوي لي اذيه، بدنا طبيب جراحة أعصاب يكون معنا بالعملية. هون رح ننبه، أول شيء كولاجين الفيلر الدائم يفضل الابتعاد عنه تماما. أكيد. هلأ خلينا بالفيلر المؤقت الهيالوريك أسيد أو الكولاجين البقري الشائع، طبعا مفروض ينعمل له اختبار تحسس قبل ما ينحقن، وهالاختبار ما يكون لمدة ساعة أو ساعتين، لا ينحقن قبل 3 أسابيع
وننتظر ردة فعل الجسم عليه، لأنه الكولاجين رح يضل بالجسم مدة طويلة، حتى لو المؤقت مثل ما بيقولوا بيضل منه جزيئات صغيرة. طبعا ننتقل لسؤالها، أنه ليش بيصير أحيانا ميلان؟ لأنه مو مدروس التوتر تبع الجلد. تمام. نحن في مو مدروس قوة العضلة. أنا لما بدي أحقن أي شيء أنا عم أحمل الجلد والعضلة بهالناحية كمية أكبر أو وزن أكبر من اللي متعود يشد عليه هو. يعني طاقة أكبر من فبالتالي أنت شفة بس ما حملتيها جزء أكبر، إذا فيها ضعف خفيف ممكن تلاقي صار ميلان صغير. أوكي؟ وفي أحياناً هي نادرة جداً حقيقة أنه ممكن يكون الحقن عميق فيرتشح الفيلر بالعضلات. تمام. ويؤدي لضعف. وكتير أندر من هيك إنه حتى بيقولوا على تحت العين الفيلر ممكن يسبب العمى كمان. خلينا نحكي عن هذا الموضوع عن جد. نادر هذا جدا نادرة، بس هي عم بتصير بحالات إنه بس تتسرب المادة للشرايين بتؤدي إلى انسدادها وبالآخر بيصير هو عمى ومشاكل بالنظر. الحقيقة هذا اختلاط كتير 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 نادر. يعني لقلك ليش؟ لأنه نحن مفروض الطبيب لما عم يحقن اي نوع من انواع الفيلر عم يسحب بحيث ما يكون حقن ضمن الشرايين. تمام. وللاسف يعني حتى اذا بتنتبهي بالفيديوهات اللي بيعملوها برا بيتلافوا هي القصه. إيه؟ انه ما بيسحب قبل ما يحقن. تمام. وهذا خطا عنده يعني. أكيد. حتى بالجايد لاين هذا خطا، لازم تسحبي قبل حتى ما تحقني جوات شريان او وريد وتساوي تصلب فيه وممكن تؤدي لمشاكل كبيره دماغيه كمان. طبعا لانه هيك بيساوي صمات، خاصة لو بتحقني كميات كبيرة مثل فيلر الأرداف هنيك ممكن تساوي مشاكل كتير كبيرة وممكن حتى تساوي لي التهاب عصب وركي، وهي ضمن الاختلاطات اللي نحن منشوفها. إذا بدنا نرجع نقول على الفيلر الوجه إنه نحن أحيانا حقن المواد بكمية كبيرة تساوي شد على الجلد، تصلب بالجلد، تلاقي تغير لون الجلد. إنه بتجي ليش عندي حمار زايد هون؟ لا، لأنه شدينا نقص تروية الجلد وصار في عنا هذا نقص دراسة. أو أحيانا بيكون صراحة أنه لا المريضة بدها هيك. صحيح. لا ما بدها هيك، بدها يعني نسبة أكبر أو كمية بالتدريج أكبر. نمد الجلد بالتدريج، الشفة بدها مريضة هذا الشكل، فبيحقنوا كتير بيشدوا على الجلد بتلاقي صار في ضغط على الأعصاب الحسية، مريضة ما عم تحس بشفتها أو ما عم تقدر تشد لأنه كمان مو مدروس توازن العضلات. في كتير ناس بجوز أنت تشوفيهم هيك ماشيين شكل طبيعي، بس إذا بنجي بنفحصهم على مدرج فحص الأعصاب تبعنا بيكون في عندهم ضعف خفيف بالعصب الوجهي. هون إذا حقنا كميتين متساويتين هذا العصب ما رح يشد مثل هذا. تمام. فرح تبين المشكلة أكبر. قديش بيأثر على العصب إذا كانت الكمية كبيرة؟ حقيقة ما هي هون الشيء المطمئن إنه نحن الفيلر بالحقن بالشفة ما بيأثر على العصب، لأنه أساسا العصب بيعصب العضلة اللي هي حوالين الشفة، ونحن هون مفروض نكون كأطباء عم نحقن فيلر، إذا كان طبيب اللي عم يحقن فيلر، إنه نحن ما منقرب على العضلة أساساً، نحن عم نحقن بالمنطقة الفاصلة بين المخاطية والعضلة تبع الشفة. تمام. فكمان هون نحن ننبه إنه الحقن الزايد بده يشد على الأعصاب الحسية الحركية ما لها علاقة، حسية بالشفة وبده يساوي لنا خدر وتنميل. لهيك بتقول لك صبي ماني حاسة بشفتي. يعني هيك قلت لك اول طبعاً. فتره ما بحس بشفتي بعدين شوي شوي بشعر فيها، لانه كمان اول فتره بده يصير وزمه بسبب دخول الابره بتخف هاي الوزمه بعد يومين ثلاثه بترجع الاحساسات. هلا اذا كان اوفر كتير اوفر كتير زياده الحجم عندنا حالات ضل فيها الخدر والتنميل بين الست شهور للسنه. طيب بهي الحالات النادره دكتور شو علاجها؟ في مواد اذابه الفيلر هل بتنصح فيها ولا لا؟ هلا الحقيقه إذا نحن وصلنا لهي المرحلة وعادة نادرا لنستخدمها بهذا الاستطباب، تعرفي إذابة الفيلر بيستخدموها لتغيير الشكل أو صار في مشكلة جمع بجهة أو أكثر من جهة، هلأ نحن نادرا لنستخدمها لموضوع الأعصاب لأنه عادة مفروض يخف بعد يومين ثلاثة. إذا ما خف معناتها التأثير كبير. هلأ إذا بدنا نستخدم مواد الحل للفيلر بيكون تأخرنا، لأنه طبعا. العصب أوريدي بعد 48 ساعة أو 72 ساعة تموت بهالطرف، نستنى لحتى يرجع ينمى جزء الفرع طبعا الفرع الحسي تبعه مرة تانية. طيب. موضوع بده ست شهور لسنة. دكتور هلأ كمان في شيء جديد، إذابة دهون الوش كمان هي عن طريق حقن بالإبر، هل هذا الشيء بيأثر على الأعصاب ولا لا؟ طبعا على أعصاب الوش. هون أول شيء بده يكون الحقن مو عميق، تاني شيء بده يكون بنقاط معينة، ثالث شيء مدروسة تشريحيا يعني بتعد عن فروع الوجه وهي الأهم والأخطر،
ثالث شيء هو كمان الشغله اللي كثير مهمه، انه احيانا ممكن يصير عندنا شويه خدر وتنميل، كمان هذا مؤقت ما بيخوف الست، مفروض تعرف انه هذا مؤقت بتحسن بشكل تدريجي، بس بدها صبر ووقت. وممكن نحن نغذيها بشويه فيتامينات، لانه عاده بيكون عندهم نقص بفيتامين بي 12. طيب دكتور، خلينا نعطي يمكن نصائح عامه لكثير من السيدات اللي عم يشوفونا لما بدها تتجه لا تعمل اي شيء تجميلي بالوجه. نحن بنعرف انه الوجه نوعا ما هو المنطقه الحساسه، وهو المنطقه يعني اللي بتقول السيده انه المرايه تبعيتي، فخلينا نعطيها بعض النصائح. هلا الحقيقه انا اذا بدنا نبلش هيك بنصائح سريعه، اول شيء التجميل وخاصه تداخلات تجميليه نقولها من جراحه وحقن و هذا اجراء طبي، فلازم نكون مختارين طبيب اللي نحن منوثق فيه، طبيب أخصائي تجميل اللي منوثق فيه إنه هو قادر على مساعدتنا. ثاني شيء، أي إجراء طبي في العالم يحمل نسبة من الاختلاطات، أي إجراء طبي ممكن في العالم لازم هي تتقبل هذا الموضوع. إذا هي أخذ القرار بشكل إنه أنا بدي أعمل هاي القصة لازم تتقبل هاي الموضوع. ثلاثة، للحسن حظنا نحن إنه الاختلاطات في عمليات تجميل هي اختلاطات بسيطة ونادرة. طبعا إذا كنا عم نحكي على اختلاطات صارت ضمن الرينج، مو اختلاطات نادرة جدا، هي اختلاطات بسيطة ومؤقتة وممكن تتحسن بالتدريج مع الوقت. ما عم نحكي على الاختلاطات اللي بنقولها نحن الأخطاء الطبية، عم نحكي على اختلاطات بسيطة هي واردة، هي واردة بأي مكان. عنا وجه مونفيستو، ما بعرف إذا أنتم سمعانين فيه، إنه الست بتروح لتعمل بوتوكس تطلع بنظرة الاندهاش، هذا كمان منتشر بشكل مونفيستو. كبير. أي طبعا هو اسمه وجه مونفيستو، منتشر بأوروبا بشكل كبير، اتلافوه بعدين، يعني قدرنا نتلافاه بعدين كأطباء بأنه يصير الحقن بنقاط تانية معينة. هذا الاختلاطات، الست لما بدها تعمل أي عمل تجميلي تختار الطبيب اللي هي مقتنعة فيه واللي عنده المؤهلات الكافية. اثنين، تكون مستعدة نفسيا لأنه اي اختلاط صار ممكن نحن نحله وممكن يتحسن بالتدريج. وثلاثه، نحن ما لنا رايحين عند كوافير ولا رايحين نعمل مكياج، هذا اجراء طبي، هذا الاجراء الطبي ممكن يحمل اي شيء معنا، لازم نهتم فيه ونتبع نصائح بعده. يعني ما بصير النصائح اللي بيعطيها الطبيب ما لازم نهملها. انا ما معقول روح اعمل بوتوكس بدي روح احضر سهره او اعمل فيلر ورايح احضر سهره، ما نو مكياج، ما نو صالون تجميل، لحتى انه نستهون الامور. وبنفس الوقت الاختلاطات تكون بسيطه لانه هي اجراءات على الجلد والبشره وكلها بتتحسن بعدين، ما في داعي مثل ما بيقولوا الهلع بعد ما يصير اي شيء بسيط. دكتور، هلا انتهينا من البوتوكس والفيلر، بيقولوا جراحه الانف ممكن تعالج مرض الصداع المزمن، شو رايك بهالكلام ولا لا؟ هلا الحقيقه ممكن تعالج مرض الصداع المزمن وممكن تسبب صداع مزمن. هلا هذا بيعود الحقيقه للمريض نفسه. هلا اذا انت عندك ضخامه قرينات وانحراف وتيره شديد، فوارد يكون عندك صداع، وارد يكون عندنا التهاب جيوب مزمن وصاير عندنا صداع. هلا لما بيكون هدفنا بالتجميل او هدفنا بعمليه الانف انه نصلح انحراف الوتيره، نخفف ضخامه القرينات، نحسن الاكسجه تبع الدماغ، هون ممكن نحن نعالج الصداع ضمن سياق عملية التجميل. أما في أحيانا تلاقي بنات بدهم يصغروا فتحة الأنف، إنه أنا بدي فتحة أنفي تكون كتير صغيرة، إيه؟ هلأ هون نحن ممكن نعمل صداع. تمام. لأنه عملنا الآلية تبع ضخامة القرينات وانحراف يعني الوتيرة، حسب كل مشكلة وكل حالة مريضة بتختلف عن الثانية. نتشكرك دكتور لوجودك معنا، نتشكر معلوماتك القيمة دائما، وأكيد منشوفك بحلقات قادمة بإذن الله. دكتور تامر شكرا لوجودك معنا، ودائما في معلومات مهمة بتكون مع حضرتك بكل إطلالة، شكرا كثير لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل من التجميل لأخبار السياسة ولا غرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي بشرى زيني. صباح الخير بشرى. صباح الخير نور، والحمد لله على السلامة. موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم.
أفاد مصدر عسكري بقيام التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي اعتبارا من الساعة 23 من يوم 6 من آب عام 2019 بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشن هجوم على اتجاه الزكاة حصريا، مما اضطر قواتنا العاملة هناك إلى الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة. وأضاف المصدر أنه تم صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المعاكس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد أن كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح. وتتابع وحدات الجيش المكلفة بتنفيذ المهمة ملاحقة فلول المسلحين في المنطقة. أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 3000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم في الضفة الغربية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال حي بيت حنينة بالقدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون منطقة جنوب نابلس في الضفة الغربية، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين وأعطبوا عددا من المركبات. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني من أن أي اعتداء على إيران سيواجه برد قوي وحاسم من قبلها. لاريجاني قال إن أعداءنا يمكن أن يفكروا في شن حرب على إيران وبعض دول المنطقة، وكذلك الكيان الصهيوني يمكن أن يكونوا أعداء مثل هذه الخطط، ولكنهم يعلمون جيدا أنهم إذا نفذوا أي ضربة ضدنا فسيتلقون ردا قويا، وستكون القواعد الأمريكية في المنطقة أمام مشاكل كبيرة. أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 18 شخصا بذريعة ارتباطهم بفتح الله جولان الذي يتهمه نظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية قولها أن النيابة العامة في محافظة أزمير أصدرت مذكرات الاعتقال التي نفذت بموجبها قوات الأمن عمليات دهم واعتقلت 9 أشخاص بينهم جنود في الخدمة. نهاية الموجز، عودة إلى استديو صباح نغير. شكرا لك وبشرى. أما هلا مشاهدينا كمان ننتقل لموضوع بهم كثير من الصبايا، بننتقل لعالم الأزياء. أكيد يا سمار، أكيد بهم كل الصبايا، وكل الصبايا بتحب تعرف شو موضة 2019 من ألوان تطريز من كل شيء بخص الفساتين والثياب العادية بنلبسها بشكل يومي. لنعرف أكثر عن موضة 2019 معنا اليوم رشا جودي، اختصاصية تصميم أزياء. يسعد صباحك يا رشا، وأهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عنك رشا وبدايتك مع عالم الأزياء. تمام. هلا انا كون دراستي انا بتصميم الازياء، متخرجه تصميم ازياء طبعا على الفوتوشوب وعلى ادوب الستروتر. اشتغلت فتره فيها، كمان كثير شغله حلوه يعني، ومهنه كثير حلوه للصبايا. حلو انه تلبقي لون على لون، او مثلا نعمل شغلات جديده مثلا شيء مميز. تمام. هاي الامور يعني بالنسبه للموضه للفاشن، يعني انه يكون في شيء مميز والالوان تكون حلوه. اهم شيء يعني انه تكون بالصيف دائما الالوان المختلفه بتكون مختلفه وبتكون متناسقه مع بعضها. اكيد اكيد. الفستان اللي بتختاري حسب لون بشره الصبيه، لون شعرها، بتنصحيها فيه ولا انت مثلا تمشي مثل ما بتقول لك انه انا بدي هيك الفستان هيك لونه كذا؟ شو هي بصمتك رشا بعالم الازياء؟ يعني بس الوحده تمشي يقولوا هي من عند رشا؟ تمام. هلا اكيد هو راي الشخص الاخر، اكيد رح يكون في احترام لراي الشخص الاخر. تمام. بس احيانا من وجهه نظره يكون ما هو ظابط عليه. تمام. فانا بعطيه مثلا لمساتي، بعطيه مثلا رايي انا بهذا الشيء. ممكن اعمل شيء بسيط يعني يكون سمبل، يعني انه يعطي شيء احلى مثلا. المهم يمكن تشوفي صبيه فتره طويله لتعطي يمكن شيء بيشبه شخصيتها، تعملي لها تصميم بيشبه نفسها. يعني قد ايه مهم هي العلاقه بين المصمم والشخص اللي حابب يعمل عندك تصميم؟
ايه تمام. هلا بده يكون اكيد مثل ما تفضلت وحكيت بده يكون شيء مناسب للون بشرتها تمام، وطبعا لجسمها اكيد بده يكون الشيء اللي لابسته بده يكون اخذ شقفه من جسمها تمام. يعني مثل ما بيقولوا تمام. ايه فبنلاقي شيء الانسب اللي لها، وانا بعرف كمان ما بتعرفي شيء بيناسبها هي يعني ممكن تمام. تطلب منك شيء ما بيناسب جسمها او ما بيناسب بشرتها، انا بنصحها تمام. بس يعني بنهايه كشغل لإلي انا بحب يكون توب، يعني انه يكون الشغل كله تمام، يعني بعطيها رايي انا وهي بقى بيرجع الراي لإلها بالنهايه. بالعالم العربي دائما زاويه الموضه هي للارسام النحيفه للصبايا النحفة، هل في هلا زاويه ثانيه للصبايا اللي عندهم جسم ممتلئ ولا لا؟ انت عم تعملي لهم تصاميم خاصه ولا لهلا انت على النحيف؟ هلا للجسم الممتلئ اكيد ما بده يكون مثلا في مثلا بس تصاميمي للجميع، يعني تصاميمي للجميع للجميع الصبيع. يعني بده يكون اكيد للكل، يعني ما راح يعني انه يكون اكيد تمام. بس رح يكون شيء ناسبه طبعا انه ما يعطيها شيء صحه زياده، يعني ممكن باللون نلعب بالدور اللون مثلا ما نختار الفاتح لون. فاتح بيعطي صحه، الغامق بينحف بيعطي انه اكثر طبعا. يعني اضبط على اللي مثل ما قلتي حضرتك انه الصحه بدها لا الالوان الغامقه اضبط لها. طب خلينا نحكي عن الالوان الدارجه هيدا الصيف. هلا هذا الصيف في كثير والله الوان دارجه، عم نشوف الوان كثير هيك يمكن قويه ومختلفه كثير حلوه. هلا في عندك مثلا الزيت كثير دارج، لون الفوشي دارج، الاصفر دارج، في الابيض والاسود دائما بني والاسود دائما موجود، هذا اساسي موجود الموضه دائمه. ففي كثير الوان يعني دارجه هي الصيفيه. هلا عم لاقي ب 2019 فساتين بتضوي بالليل، فساتين فيها زجاج، فساتين كمان فيها سيليكون. خلينا نحكي انه هدول بس هن بيكونوا للعرض ولا في صبايا بيطلبوا هذا النوع؟ الشيء المختلف والغريب من فساتين السهره تمام. هلا هو هي الموضه، يعني هلا بشكل عام اغلب الفساتين هلا هي الحجار الملونه مثلا والشك كثير دارج، حتى يعني دخل موسم، يعني موسم هي موسم السنه بتلاقيها مختلفه. ايه تماما باي شيء، يعني بتلاقي بالتياب رياضه سواء تياب رياضه او مثلا شيء للطلع او للسهره، متعودين على الساده فجاه بتلاقي في الوان متناقضه ومتفايته مع بعض. ايه تمام. فكثير شيء يعني انه بيكون ضاوي مثلا، يعني هلا كثير هيك عم يعطي حركة حلوة، يعني حركة حلوة. يمكن معك شوي من تصاميمك، خلينا نفرجي للمشاهدين بعض التصاميم ونحكي عنها. ايه تمام. تعالي لشوف. هلا هلا هذا حكي لنا عنه. ايه تمام. قديش اخذ منك وقت وسبب اختيارك للون ومين الصبية المناسبة لتلبس؟ الصبية طويلة الجسم عادي شو انت بتحبي تخبرينا؟ هلا هذا صاير قطعتين، هو عبارة عن تمام قطعتين، هي التنوره بس بالعكس التنوره تمام. خلينا نشوفها. ايه تمام. هذا تصميمي وخياطتي طبعا. تمام. تمام. هلا مثل ما قلتي بده صبيه طويله، يعني مو طويله وسط تمام. أوكي. ونحيفه تكون ولون بشرتها بما ولون بشرتها ممكن للحنطيه بتلبى للسمره بتلبى ودارج هيدا هذا اللون كثير حلو. دارج كتير حتى التدرجات ودارج كثير دارج. ايه حلو. لنعرف شو بصمتك بهي القطعه وقديش اخذت منك وقت. هلا شو المميز فيها برايك؟ هلا انا القماش، هلا هذا القماش هو قماش اللامي دخلته مع مثل التول، يعني فعطى حركه حلوه يعني وبنفس الوقت هي كثير سمبل تمام. ما انا انه معجقه او شيء، ممكن مثلا لسهره ممكن للتبس يعني باي مناسبه حلو. طيب وهذا وتمام. هلا هذا هيك دارج مثل ما شفتي شك كثير، هلا دارج هذا الشك واللون دارج واللون دارج مشتقات الاخضر والزيتي كثير حلو كمان. ايه فانا عم بعطي مثل نموذج يعني انه هلا مع الموضه تمام انه ايه كثير حلو. والصبايا الصغار كمان عم يطلبوا الالوان، يعني بتلاقي في الوان كمان قويه عم تنطلب. ايه وجميله عم نشوفها. ايه حلوه عن جد. ايه ففي كثير هلا بهي الصيفيه عن جد في كثير الوان تنوع يعني أكثر من غيره. طيب خلينا نحكي عن أبرز خطوط الموضة لعام 2019 برأيك رشا شو هي؟ هلا بالنسبة لأبرز خطوط الموضة، هلا مثل ما شفتي اللي عم يستوحوا الألوان من الطبيعة طبعا كانت هي السنة أغلبها عم تكون من الطبيعة،
وكمان مثل ما قلت لك في الحجار عم يدخلوا كثير قصص الشك الغريبه يعني عم تكون كثير في شغلات متنوعه يعني وحلوه، وبنفس الوقت عم تكون سيمبل وبنفس عم يعني بتعطي حركه كثير حلوه. طيب رشا بالختام نصائح عامه لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، قديش مهم تختاري لون بيناسب بشرتك وقطعه بتناسب جسدك؟ تمام. هلا بالنسبه للالوان، هلا في كثير خيارات بالنسبه للالوان، المهم مو شيء انه مثلا يكون كثير اوفر، يعني انه مثلا يكون شيء يعني انه انا بدي البس مثلا شيء كثير يبين انه ضويني، لا انا لو قطعه ممكن سيمبل يعني تكون مثلا تطلع كثير حلوه، حتى الالوان ما بتلبق للكل يعني. ايه مثلا هنا بيطلع مثلا موضه 2019 هذا اللون كل الصبايا بدهم يلبسوه، في صبيه بيلبق للصبيه الثانيه، لا حسب الوان البشره وحسب طبيعه الجسم يعني ننتبه على هذا الموضوع. تمام، يختاروا مثلا شيء المناسب لهم. هلا مو اي موضه مثلا ممكن تناسب الجميع. تمام، تناسب الشخص، فالواحد بيختار الشيء اللي بيناسبه. مثلا انا هذا اللون بيلبق لبشرتي بلبسه بيطلع كثير حلو، ما عم بقول لك ممكن يكون فستان كثير سيمبل بس يطلع كثير حلو عليها. تمام، وممكن العكس فنختار يعني ايه، او ممكن العكس، كل واحد يعني يكون يعني يختار الشيء المناسب له يعني عشان يطلع حلو. دائما بلاقي انا الابيض والاسود بيناسبوا كل انواع البشره ولكل الصبايا، وهن دائما بيكونوا موجودين معنا بموضه كل سنه. تمام، الاسود دائما ملك الالوان، لانه هن يعني الالوان تلاقي الاساسيات يعني. تمام، الابيض والاسود هن يعني تقريبا باقي الالوان ممكن ومنهم اساسا بتفرع يعني باقي الالوان. رشا بدنا نشكرك على وجودك معنا. تسلمي. وشكرا كثير، بنتمنى لك اكيد التوفيق بجميع خطواتك القادمه. تسلم يا رب. كل رشا شكرا لك، بتمنى لك النجاح والتالق الدائم. الله يسلمك، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا سمر. لهون بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، رحلتنا كانت منوعه بين الطب التجميلي والازياء والاهتمام بالبشره. بالختام مشاهدينا دائما التحيه بالبدايه والختام لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. الى اللقاء. اكيد نهارك سعيد يا نور. نهارك سعيد سمر، وبتمنى نهار سعيد لابطالنا ابطال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا رب. واكيد لكل مين تابعنا دائما انطرونا على الساعه 9 والاعاده بتكون الساعه 1، ومن هون لوقتها تبقوا بالف خير والى اللقاء. باي باي.